مفيش مسرحية ومفيش حصان، وفارس هيتفرج على المصارعة وياكل بطاطا كده. ما فضلش غير حسون. عايز حسونة؟ أيوة. راح السوق يتفرج على الأراجوز. إيه؟ أراجوز؟ أراجوز إيه؟ هوي حسونة هوي، اسكت هتصحيك. أنت بتعمل إيه؟ مقلب، اسكت واتفرج. حسونة كده غلط خطر. إيه ده؟ الحرب جامد؟ الحجوني تعال هنا يا شجي. اجري يا بكار، اجري يا بكار، اجري. تعال هنا بقولك. بقى ده كلام ده؟ انت اصلا عايز ايه؟ انا قلت افوت عليك اشوف هتعمل ايه النهاردة بالليل. ليه؟ هو انت مش فاكر يا حسونة؟ مش فاكر ايه؟ حسونة؟ ايوه. انت عملت ايه في عم شلالي؟ انا ما عملتش، ده بكار هو اللي هو اللي حطلي البوم. انا مش عارف اعمل معاك ايه، مش كفاية انك جرحتلي العربية؟ ده انا كنت بجرب الكبريت هيحرق الحديد ولا لا. اسكت، لازم النهاردة يبقى فيه عقاب شديد عشان تبطل شجاوة. ايوه كده، ما تسكتلوش، ده محتاج يتربى. ولا تضايق نفسك يا عم شلالي. حسونة. نعم. عقابا ليك على اللي عملته، انت مش هتخرج من البيت النهاردة عشان تحرم. ايه ده اللي ربنا قدرك عليه؟ انا ما عملتش حاجة، انا كنت بهزر معاه. كل الناس نسي عيد ميلادي يا رشيد. ميمي ميمي ميمي. الا انت، انا عارف. ميمي. وعلبة الالوان مش مشكلة، انا معايا 10 جنيه وهحوش تمنها. معلش، انا مش زعلان من حد، عادي جدا اني افتكر عيد ميلادي لانه عيد ميلادي انا. لكن الناس كل واحد عنده حاجه شغلاه، بس مش مشكله، واصلا انا بحبهم كلهم. ميمي مي. وانتي كمان طبعا. النهارده عيد ميلادي يا رشيد، ومش هيبقى يوم كويس الا لو انا خليته يوم كويس. انا هروح البيت، وبعد ما اتغدى هخرج اروح المكتبه، ولما الليل يجي هروح واتفرج على كرتون، وهيبقى اليوم الجميل ده هو هدية عيد ميلادي.